النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بدأ منذ ساعات تقريبا ظهر هذا اليوم تمدد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ويتوقع استمرار تأثير هذا المنخفض، منخفض البحر الأحمر، على المنطقة خلال تقريبا 72 ساعة القادمة، مع تواجد مركز لهذا المنخفض الجوي في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. تتصادف هذه المنظومة الجوية باندفاع لكتلة هوائية تعتبر باردة نسبيا ورطبة في طبقات الجو كافة نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، قادمة من تقريبا مناطق جنوب شرقي القارة الأوروبية. فكما نلاحظ بهذه الألوان تبدأ هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو الكافة بالانحدار تدريجيا نحو المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ويزداد تأثيرها تدريجيا خلال الأيام القادمة. تصادف تلك الكتلتين، أي معنى آخر أو النظامين الجويين، الكتلة الهوائية الباردة والرطبة في طبقات الجو كافة، بالإضافة إلى تمدد لمنخفض البحر الأحمر، سيعني على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي ستؤثر على المملكة خلال الثلاثة أيام القادمة. كما نلاحظ بهذه الألوان، فيتوقع أن تعبر هذه الكتلة الهوائية في طبقات الجو العليا نحو شمالي الأراضي المصرية، ومن ثم تدخل إلى داخل المملكة يوم الأحد. قبيل يوم الأحد هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، ونهار يوم الأحد يتوقع أن تكون هناك ذروة تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة قبل أن تتحرك هذه الكتلة مبتعدة عن المملكة. خرائط توقعات الهطولات المطرية تشير أن هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار تبدأ من تقريبا ساعات ليلة الخميس على الجمعة في بعض المناطق المحدودة من الأغوار، ولكن تدريجيا مع مرور الوقت ليوم الجمعة تحديدا في ساعات تقريبا ما بعد العصر يتوقع تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية جغرافيا. كما نلاحظ تشمل هذه الفرصة مناطق مختلفة وأقاليم مختلفة، بمعنى آخر المنطقة الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، ولكن لا نتوقع أمطار شاملة بمعنى أن جميع هذه المناطق ستحظى بالأمطار، إنما نتوقع زخات رعدية تكون عشوائية الطابع من منطقة إلى أخرى. بعض من هذه الزخات قد يكون غزير بما يكفي ومترافق مع البرد لأن يؤدي بتشكل السيول وربما جريان كبير للأودية أو ما يسمى بالسيول المفاجئة، وذلك في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة إجمالا، وذلك أيضا يشمل مناطق الأغوار وأيضا البحر الميت. وبالتالي كل الحذر واجب غدا في هذه المناطق وفي عموم أودية المملكة والمناطق المنخفضة من مخاطر تشكل ما يسمى بالسيول المفاجئة إثر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة مع ساعات ليلة الجمعة على السبت، لكن مع انخفاض واضح على درجات الحرارة وارتفاع كبير في نسب الرطوبة، الأمر الذي سيؤدي بمشيئة الله تعالى تشكل الضباب في بعض المرتفعات والمناطق من المملكة في ساعات ليلة الجمعة على السبت. قد يشمل ذلك مثلا في ساعات متأخرة بعض مناطق البادية والطريق الصحراوي في المنطقة الجنوبية من المملكة. يوم السبت تبقى الفرص مهيئة لبعض الزخات من الأمطار تتركز بشكل أساسي في المنطقة الشمالية، ذلك لا يمنع أن تمتد بعض الزخات أحيانا نحو المناطق الوسطى. هذه الزخات قد تكون أيضا مرة أخرى غزيرة في بعض المناطق ومترافقة مع تساقط لزخات البرد، الأمر الذي يتحتم مرة أخرى التنبيه منه من خطر جريان كبير للأودية وتشكل السيول المفاجئة كون هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. وتشمل فرص الأمطار يوم السبت أيضا مناطق أخرى مثل البادية الجنوبية والبادية الشرقية خلال إبان تأثير هذه المنظومة الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي. تتراجع قليلا رقعة هذه الفرص مع ساعات مساء يوم السبت، ولكن من جديد يتوقع ليلة السبت على الأحد ونهار يوم الأحد أن تشمل فرص هطول الأمطار الرعدية مناطق عشوائية مختلفة من المملكة بذات النسق والسياق، وهو عبارة عن أماكن عشوائية للهطولات المطرية رعدية الطابع، بعض منها يكون غزير في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة بشكل يسمح بتشكل السيول المفاجئة وجريان كبير للأودية والشعاب، وذلك كله يتصادف أيضا يومي السبت والأحد مع انخفاض ملموس على درجات حرارة ودرجات حرارة دون المعدلات
بشكل واضح، بل وتصل درجات حرارة في بعض المناطق إلى مستويات شتوية في ساعات النهار، وفي ساعات الأجواء رطبة والضباب سيكون سيد الموقف في العديد من المناطق أحيانا خلال ليالي الأيام القادمة. بالعودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، ليلة الخميس على الجمعة في العاصمة عمان، فالأجواء تكون يعني باردة نسبيا، درجة حرارة هذه الليلة تهبط إلى 11 درجة مئوية، والرطوبة النسبية مرتفعة، فالطقس سيكون رطب، يتشكل ربما الضباب في ساعات متأخرة من هذه الليلة في بعض مناطق السهول، وتظهر السحب والغيوم، هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في ساعات هذه الليلة خاصة في مناطق الأغوار وفي الأجزاء الشمالية من المملكة. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن يوم الجمعة فرص لأمطار رعدية خاصة في ساعات ما بعد العصر في أجزاء مختلفة من المملكة، درجة حرارة العظمى 17 درجة مئوية، الفرص تبقى موجودة حتى في ساعات الليل، درجة حرارة صغرى 10 درجات، انخفاض ملموس على درجات حرارة يوم السبت، أجواء تكون باردة نسبيا في العديد من المناطق، والعظمى في العاصمة عمان 13 درجة مئوية، الصغرى ليلا 9 درجات مع فرص أيضا للأمطار، تزداد فرص الأمطار الرعدية تحديدا يوم الأحد، حيث متوقع أن تهطل زخات رعدية من الأمطار في بعض المناطق، وهناك فرصة عالية لحدوث بعض السيول، العظمى في العاصمة عمان 15 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، لكن يتوقع تراجع لهذه الحالة الجوية اعتبارا من ساعات ليلة الأحد على الاثنين، ويستقر الطقس بمشيئة الله طبعا يوم الاثنين المقبل في مختلف المناطق. نتعرف سويا على درجات حرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة للسبت مع أحوال الطقس المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة. إربد في الشمال 19 إلى 12، في جرش كذلك الأمر، في عجلون 17 إلى 12، وفي المفرق من 21 إلى 9 درجات مئوية مع فرص لأمطار رعدية في هذه المناطق. في المناطق الوسطى في العاصمة 17 إلى 10، في السلط 18 إلى 12، في مأدبة من 19 إلى 11، في البحر الميت من 26 إلى 20 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 20 إلى 11 درجة مئوية. جنوبا تكون في الكرك من 17 إلى 11، في الطفيلة من 16 إلى 11، وفي معان من 19 إلى 9 درجات مئوية، في جبال أشرة من 14 إلى 9 درجات، وفي خليج العقبة العظمى 25 درجة مئوية في ساعة النهار، والصغرى ليلا حوالي تقريبا 17 درجة مئوية. في المناطق الشرقية تكون في رويجد 22 إلى 7 درجات، وفي الصفاوي من 22 إلى 6 درجات، وفي الأزرق من 23 إلى 9 درجات مئوية، يتوقع أن تمتد إليهم فرص هطول الأمطار الرعدية لاحقا في هذه الحالة، وباقي المناطق كما ذكرنا إذا مرة أخرى فرص لأمطار رعدية من ساعات ما بعد العصر على وجه التحديد، وأيضا تكون عشوائية الطابع ولكن لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض المناطق. إذن ملخص هذه الحالة الجوية، هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة خلال الثلاثة أيام القادمة، تتميز حالات عدم الاستقرار الجوي بعدم انتظام في المنظومة الجوية، هناك عشوائية في الهطول وفي غزارة الهطول أيضا على حد سواء، هناك زخات إذن رعدية عشوائية متوقعة في مناطق عدة من المملكة، ذلك لا يعني شمولية لكن يعني أن الفرصة موجودة في مناطق عديدة من المملكة، وهناك تنبيه حقيقي هذه المرة من السيول المفاجئة، وبالتالي ضرورة الابتعاد عن أي مجاري للسيول أو مناطق منخفضة أو منحدرات، وهذا سنستعرضه الآن في التوصيات في هذه الحالة الجوية، حيث نوصي الجميع بضرورة الابتعاد وعدم التواجد في المناطق المنخفضة وفي الأودية وفي الشعاب، وضرورة تجنب الرحلات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع لأي منطقة تكون بها هذه الصفات خوفا من السيول، أو حتى مثلا بالسيول المنقولة، لا ليس بالضرورة هطول الأمطار في المنطقة المعنية يتشكل بها السيل، قد ينتقل السيل بسرعة كبيرة جدا من منطقة إلى أخرى. أيضا ضرورة الانتباه من مخاطر ما يسمى بالسيول المفاجئ، وبالتالي ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل دوري. والأمر الأخير هو ضرورة الانتباه أثناء القيادة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر بسبب ارتفاع الرطوبة وتشكل الضباب في بعض من طرق المملكة، وبالتالي القيادة على مهل وبحذر بشكل عام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. نسأل الله أن يعم الغيث علينا وأن يرزقنا المطر الوفير في كافة مناطق المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.